نقلب معكم على مدى ساعتين اثنتين عددا من الملفات، ونبدأ ساعتنا الأولى من الحرة الليلة من الحدود اللبنانية الجنوبية التي شهدت تصعيدا غير مسبوق منذ بدء حرب غزة. فبعد قصف طال صفد أسفر عن مقتل جندية إسرائيلية وإصابة آخرين، أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات مكثفة على طول الحدود، ما أدى إلى سقوط ضحايا في الجانب اللبناني. تصعيد استدعى استنفارا دبلوماسيا خوفا من تدهور الأوضاع على هذه الجبهة، خصوصا أن القصف الإسرائيلي طال بلدة بعيدة عن الحدود. عملية عسكرية نفذها الجيش الإسرائيلي قال إنها استهدفت مواقع وأهداف تابعة لحزب الله، ردا على قصف مواقع إسرائيلية وسط مخاوف وتحذيرات من اتساع نطاق الصراع وما له من تداعيات إقليمية ودولية. الجيش الإسرائيلي أعلن انتهاء موجة غارات واسعة النطاق على أرض لبنان استهدف خلالها أهدافا تابعة لقوة الرضوان، عدا عن مهاجمة مبان عسكرية وغرف عمليات قتالية وبنى تحتية في عدد من البلدات الحدودية اللبنانية. بيان الجيش الإسرائيلي أوضح كذلك أن المقاتلات الإسرائيلية هاجمت سلسلة أهداف تابعة لحزب الله في مناطق جبل البريج وكفر حونة والصوانة، وأن من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها مباني عسكرية وغرف عمليات قتالية وبنى تحتية استخدمها عناصر حزب الله. الغارات الإسرائيلية أوقعت قتلى وجرحى، من بينهم عائلة من اللاجئين السوريين مكونة من أم وطفلين، وفقا للدفاع المدني اللبناني، وجاءت بعد ساعات من قصف صاروخي استهدف قواعد عسكرية في محيط مدينة صفد شمال إسرائيل وأدى إلى مقتل امرأة وإصابة آخرين. وزراء في الحكومة الإسرائيلية أكدوا أن الجيش يعمل من خلال قيادة المنطقة الشمالية وجميع التشكيلات منذ اندلاع الحرب في غزة على حماية الحدود الشمالية وإبعاد حزب الله عن الخط الحدودي، بينما اتهم الوزير بيني غانتس الحكومة اللبنانية بالمسؤولية عن الهجمات التي يشنها حزب الله والجماعات المرتبطة به، مشيرا إلى أنها تسمح بإطلاق النار من أراضيها. من المهم أن نكون واضحين، الجهة المسؤولة عن إطلاق النار من لبنان ليس فقط حزب الله أو العناصر الإرهابية التي تنفذه، بل أيضا الحكومة والدولة اللبنانية التي تسمح بإطلاق النار من أراضيها. سبق ذلك انتقادات واسعة وجهتها المعارضة الإسرائيلية لحكومة بنيامين نتنياهو جراء ما وصفته بالتهاون في التعامل مع تهديدات حزب الله والسماح له بتهديد الأمن في مناطق شمال إسرائيل. ولنقاش هذا الموضوع انضم إلينا عبر سكايب من مدينة نيس الفرنسية الكاتب والباحث السياسي اللبناني محمد كلش، وعبر زوم من تل أبيب الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية أمير أورن. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد أورن، لما التصعيد الآن والاستهداف الإسرائيلي المتتابع أبعد من خط الحدود في الوقت الذي يتوقع فيه العالم وتتوقع فيه المنطقة أنه آن للتصعيد كله بما في ذلك قطاع غزة أن ينتهي؟ كما تعرف الحرب على الجبهة الشمالية بدأت في 8 أكتوبر، في اليوم الذي تلا هجوم حماس على إسرائيل في الجنوب، عندما حاول حزب الله محاولة مساعدة حماس ولكن بطريقة محدودة، وهذا الشكل استمر في الأشهر الماضية، والتصعيد فقط كان ضمن إطار محدود جدا من الضربات الصاروخية والقذائف الصاروخية من الشمال إلى الجنوب ومن قبل سلاح الجو والمدفعية من الجنوب إلى الشمال. كان هناك ضحية جندية إسرائيلية قتلت اليوم في مدينة صفد، وهي مركز سكاني كبير في الجليل، وإسرائيل كان عليها أن ترد وبشكل حازم، والأهداف المختارة كانت أعمق داخل لبنان، وقوة الرضوان قوة الكوماندوس التابعة لحزب الله القريبة من الحدود، ولكن هذا لم يكن تصعيدا تجاوز ما كان يحدث حتى الآن من شهر أكتوبر. سيد كلش، هل تعتقد بأن التصعيد الآن مفتوح فعلا على كل الاحتمالات،
مع ابتعاد أو مع كون نقاط الاستهداف الآن أبعد من الحدود، وما السر برأيك؟ لماذا مستوى وحجم التصعيد الحالي في هذا التوقيت بالذات؟ أعتقد أننا حتى هذه اللحظة لازالت قواعد، لازلنا عند ما يسمى بقواعد الاشتباك، لكن قواعد الاشتباك اتسع عمقها من الجانبين، الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني، يعني الجانب اللبناني حزب الله بشكل محدد. لكن من الصعب القول حتى هذه يعني اليوم، من الصعب القول بأننا في بداية حرب شاملة ممكن أن تتسع دائرتها لتكون حرب شاملة بالمعنى الكامل للكلمة. لا شك أن التحرك السياسي لا زال ولو كان لم يؤتي ثماره حتى هذا اليوم، لكن التحرك السياسي وبشكل خاص الأمريكي، الضغوطات الأمريكية، ضغوطات بايدن على نتنياهو ممكن أن تشكل حاجزا ولو مؤقتا على الأقل خلال على المدى القصير لعدم اتساع دائرة الحرب لتكون حرب شاملة. وطبعا نتنياهو معروف أنه يريد أن ينتصر في هذه الحرب، أن يسجل نصرا كبيرا في هذه الحرب مهما كان الثمن، أيا كان الثمن من الجانب الإسرائيلي. طبعا كل التحليلات تصب في دائرة أو في مكان أن نتنياهو لابد له من أن يسجل النصر الكبير ليخرج من دائرة الاتهامات. طيب، السياسية. دعني أحمل هذه النقطة إلى سيد أورن من تل أبيب. سيد أورن، هل يحتاج نتنياهو جبهة أخرى ليطيل أمد أزمة كما يتهمه معارضوه وكما يعتقد البعض من بينهم ضيفي بن نيس؟ ولذلك عندما يتوقع البعض أن تنتهي جبهة غزة يفتح جبهة لبنان. نتنياهو ربما لديه رغبات وأمنيات سرية، ولكنه ليس هو الذي يقرر في مجلس الوزراء وزراء الحرب. هناك أقلية برئاسة أيزنكوت وأيضا رئيس هيئة أركان سابق بني جانس ضد جبهة أخرى، وحتى بعد وقف إطلاق النار في غزة هذا سيكون هدف قاسم سليماني في البداية، والآن هدف يحيى السنوار أن تكون هناك عدة جبهات، وعلى أمل أن تنضم جهات أخرى إلى حماس مثل الحوثيين وآخرين. لا توجد حاجة لإسرائيل كي تنخرط في جبهة ثانية طالما أن هناك صيغة معينة يمكن الحصول عليها والعمل بها في جنوب لبنان، مثل العودة إلى نوع أو نسخة من قرار مجلس الأمن 1701. المقترح الفرنسي هو أساس جيد للمفاوضات، ولا يمكن أن تكون هذه هي النهاية ولكن هي بداية المفاوضات. وفيما يتعلق بتوجه الجيش اللبناني إلى الجنوب، ويتوجه إلى الجنوب وعناصر حزب الله تذهب إلى شمال الليطاني أو على الأقل 10 كيلومترات من الحدود ثم ترسيم الحدود الدولية. برأيك في أي شكل ما زالت قواعد الاشتباك على حالها كما قلت قبل قليل سيد كلش، بالنظر إلى أنه لا يوجد ما يحكم قواعد الاشتباك هذه سوى الوساطات المهدئة، وبالنظر أيضا إلى أن المعطيات التي تسمع في الساعات الماضية لا تشير إلى نفس قواعد الاشتباك التي يعني اعتاد المتابعون عليها ولا أهل المنطقة؟
يعني معروف أنه في الحروب ممكن أن تتسع دائرتها وأن تبلغ دورة من العنف أقوى وأقوى، لكن طالما أن هناك تحركا دبلوماسيا نشطا ممكن التعويل عليه. والدليل الوثيقة الفرنسية التي قدمت إلى الحكومة اللبنانية في السادس من هذا الشهر وأبلغت بها طبعا إسرائيل. هناك تحرك فرنسي ومعه التحرك الأمريكي. طبعا فرنسا تواصل اتصالاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الخصوص، إضافة إلى هذا التحرك العربي الإقليمي. عانيت بشكل محدد مصر، الإمارات، السعودية، الأردن، هذه الدول تتحرك بشكل ممكن وصفه بالفاعل ولو كان بعيدا عن الأضواء مع الولايات المتحدة. هذه الدول ممكن وصف ما تقوم به بأنه ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، على بايدن، يضاف إليه الضغط الأوروبي. في البداية كان الاتحاد الأوروبي أو كانت فرنسا بشكل محدد الدولة الأوروبية الأكثر تحركا على هذا المستوى، كانت تلحق بما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب تحركها منفردة. لكن اليوم هناك تنسيق أو تواصل أو اتصال دائم ما بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. إذا هناك تحرك عربي إقليمي مهم جدا ومعه الأوروبي مع الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الاتصالات السياسية قد لا ينجم عنها قرار سياسي فاعل مقنع للجانبين المتحاربين في وقت قصير، لكن هذه الاتصالات مستمرة متواصلة وممكن أن تصل إلى نتيجة. هذه الحرب طالت والمآسي كبيرة، وهناك إسرائيل على المستوى الدولي إعلاميا معنويا خاسرة جدا على المستوى الدولي نظرا لعدد الضحايا المدنيين الفلسطينيين. هذا العدد الكبير من الضحايا الفلسطينيين بواسطة الآلة العسكرية الإسرائيلية لربما يعني يحاصر أصدقاء. دعني أسأل سيد أمير هنا، الغربية الذين يدعمون إسرائيل بالكامل، وسط حالة الضغط الدولي هذه سيد أورن، هل وجهات نظر أو رؤى آيزنكوت وغالانت منسجمة مع رؤية نتنياهو؟ هل فتح جبهة أخرى إن كان سيقدم على فتح أو توتير جبهة أخرى كلبنان هو من بين الأجندات المطروحة بالنسبة لهم؟ لا، أنا تحدثت عن آيزنكوت وغانس وليس غالانت. غالانت وزير الدفاع، وفي 11 من أكتوبر غالانت بموافقة من نتنياهو قدم مقترحا لمجلس الحرب لضرب حزب الله وأن تكون هناك حرب رئيسية، ولكن غانس وآيزنكوت تمكن من تجنب ذلك. غالانت بالتأكيد لا يتوافق كلية مع نتنياهو، هو في المنتصف، وهناك عامل آخر لم نذكره وهو إيران. وكما تعرف وزير الخارجية الإيراني كان في بيروت قبل أيام وقد جلب معه رسالة من المرشد الأعلى خامنئي مفادها إيران ليس لديها اهتمام بتوسيع الحرب. إيران تخشى أن يتم التعامل أو أن يتعرض حزب الله لضربة قوية، وإيران تريد الاحتفاظ به كاحتياط لو كان هناك مشكلة مع المشروع النووي الإيراني. إيران
لا تريد حربا، والاحتواء هو اسم اللعبة حتى الآن، على الرغم من أن هناك تصعيد داخل هذا الاحتواء. ما نهاية هذا التصعيد سيد كلش؟ يعني هذا التصعيد من الصعب، التنبؤ على المدى البعيد، لكن على المدى القصير ممكن القول بأن هذا التصعيد سيبقى في إطار ما يوصف بقواعد الاشتباك، وإن اشتدت حدته، وإن ذهب عمقا، وإن كان هناك استخدام لأسلحة لم تكن مستخدمة سابقا، وإن كان هناك عدد إضافي من الضحايا. لا أعتقد أنه على المدى القصير، طبعا من الصعب التنبؤ بما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع لاحقا، يعني مع الموقف الثابت لحزب الله، حزب الله يعني يؤكد جهوزيته الكاملة من الناحية العملية وليس من الناحية الإعلانية، جهوزيته للقتال، وأن ولو تكرر ما حصل في عام 2006، هو تحفظ كثيرا على الدخول، واضح كان تحفظه على الدخول في حرب مفتوحة شبيهة ب 2006 كي لا يخسر على المستوى اللبناني الداخلي، على المستوى الداخلي الشعبي. اللبنانيون لا يريدون في غالبيتهم حربا شبيهة في حرب 2006. إذن لكن هذا لا ينفي أن يكون حزب الله جاهزا وعند جهوزيته الكاملة لخوض مثل هذه الحرب إذا ما يعني تخطينا ما أسميته بالمدى القصير وبلغنا مثل هذه النقطة. لا أعتقد أنه حتى يعني اليوم نحن عند حدود هذه النقطة، لازلنا بعيدين. نحن اليوم وعلى المدى الأيام المقبلة ولربما الأسابيع المقبلة إذا استمرت الحرب، سنبقى في إطار قواعد الاشتباك، وإن كانت قواعد الاشتباك هذه ستزداد حدتها. سيد أورن، أخيرا، هل تعتقد بأنه في الأفق، ومن عادة الحروب السابقة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بشكل عام وحركة حماس الآن المصنفة على قائمة الإرهاب الأمريكية، من عادتها أن تشهد أشد وتيرة لها قبل الوصول إلى أي اتفاق؟ دائما تكون وتيرة الذروة هي الساعات والأيام التي تسبق الوصول إلى الاتفاق. هل نشهد حالة مشابهة أم أن السياق الآن والوضع مختلف ومغاير تماما؟ نعم، هذا ممكن، وكما تعرف نحن على بعد أقل من 4 أسابيع من رمضان، وهناك مؤشرات أن المفاوضات المختلفة ستصل قبل بدء رمضان إلى وقف لإطلاق النار، وحزب الله قال إنه أيضا سيوقف إطلاق النار على إسرائيل، وإسرائيل بالطبع لن تبدأ حربا، وأيضا اليمن يفترض أن تتوقف. إذن لو استطعنا أن نعبر الأيام الأخيرة من فبراير والأيام الأولى من مارس فسنصل إلى هدفنا. هل تعتقد سيد كلش بأن الحالة في التصعيد اللبناني ربما تكون منفصلة في سياقها عن غزة بعد التصعيد الآن، أو تحتاج وساطة منفصلة؟ لا أعتقد أن الحالة اللبنانية، علينا المواجهة في الجنوب اللبناني عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية، منفصلة عن الحرب في غزة. وحزب الله يقولها بصراحة، أن لا تفاوض، لا وقف إطلاق نار، أو لا تفاوض قبل مع استمرار هذه الحرب. معناها
في حال هدأت هذه الحرب توقفت هذه الحرب يمكن الحديث عن تفاوض، ممكن الحديث عن وقف إطلاق نار دائم وعن تفاوض لاتفاق بخصوص تهدئة غير مرحلية، تهدئة على المدى البعيد. محمد كلش من نيس ومن تل أبيب أمير أورن، شكرا جزيلا لكما. أهلا بكم. إذن في تصعيد غير مسبوق استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي عمق مدينة النبطية اللبنانية للمرة الأولى منذ بداية المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان المصنف على قوائم الإرهاب في دول عديدة. اعتبر الحزب أن إسرائيل باستهدافها سيارة عبر غارة أو أطلقت من طائرة مسيرة في محاولة اغتيال لقيادي في الحزب أنها بذلك خرقت قواعد الاشتباك. فما قواعد الاشتباك هذه بين إسرائيل وحزب الله؟ وماذا يعني إعلان الحزب خرق إسرائيل لتلك القواعد؟ في 11 من أغسطس عام 2006 تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1701 بالإجماع، والذي يدعو إلى وقف كامل العمليات القتالية في لبنان بعد حرب استمرت من 12 من يوليو وحتى 14 من أغسطس من العام نفسه. منذ عام 2006 تم تحديد ما عرف لاحقا واصطلح عليه بقواعد الاشتباك بين إسرائيل وحزب الله، والتي تتمثل بأن أي رد سيقابله رد مماثل، مع الإشارة إلى حصول الكثير من الخروقات بين الطرفين خلال الفترة الماضية، لكنها لم تتطور إلى حرب أو معركة شاملة بين الطرفين. ورغم التطورات التي تبعت الحرب الإسرائيلية على غزة وإطلاق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل، يقول خبراء إن قواعد الاشتباك بين الطرفين لا تزال حتى اليوم محصورة بقصف ورد بالطريقة نفسها بين إسرائيل وحزب الله، وضمن مناطق محدودة أيضا ومعينة. في المقابل يرى مراقبون آخرون أن مصطلح قواعد الاشتباك انتهى منذ توسع المواجهات جنوبا، لا سيما وصولها لخارج مزارع شبعة وتلال كفر شوبة عبر الاستهدافات المتبادلة عند طول الشريط هذا، الشريط الحدودي، وفي عمقه أيضا، مع الإشارة إلى عملية الاستهداف الأخيرة في النبطية بجنوب لبنان. خلال الأيام والأسابيع الماضية شهدت العاصمة اللبنانية بيروت زيارات لدبلوماسيين من دول عديدة، كان من بينها زيارة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي تدعم بلاده حزب الله. أكد خلالها عدم رغبة طهران اتساع رقعة الحرب في المنطقة، كما أعربت كل من الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة ودول عدة عن أملها في إيجاد حلول دبلوماسية لتخفيف حدة التوتر بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. بات احتمال نشوب حرب واسعة النطاق بين إسرائيل ولبنان يرعب الناس على جانبي الحدود بين البلدين، لكن البعض يرى أنها نتيجة حتمية للحرب الإسرائيلية المستمرة ضد حماس في غزة. وفق تقرير لأسوشيتد بريس، أشار ذلك التقرير إلى أن حربا كهذه لو حدثت قد تكون الأكثر تدميرا ودموية على الإطلاق بالنسبة لطرفي النزاع. نبقى في هذا الملف. ينضم إلينا عبر زوم من واشنطن الدبلوماسي الأمريكي السابق مارك جينسبرغ. مرحبا بك سيد جينسبرغ. بودنا أن نعرف كيف تضبط حالة التوتر ويحجم التصعيد في وضعية متوترة مثل هذه. السبب الرئيسي هو الأعمال العدائية في غزة. نصر الله قال إنه طالما أن إسرائيل منخرطة في النزاع في غزة فإن حزب الله سيستمر في استخدام الأسلحة والمدفعية ضد إسرائيل أو شمال إسرائيل، ورغم جهود الولايات المتحدة وفرنسا ومصر ودول أخرى كان هناك تصعيد حاد من جانب حزب الله للهجمات في العمق الإسرائيلي. الهجوم على صفد يمثل تصعيدا رئيسيا لأن المنطقة التي كان يطلق حزب الله النار عليها كانت مقتصرة على 4 أو 5 كيلومترات داخل العمق الإسرائيلي، ولكن هذا تغير والضغط على الحكومة الإسرائيلية يزداد كل ساعة نتيجة لنزوح 60,000 إسرائيلي من بلدات الحدود. بهذا المبدأ هل تتوقع أنه قد لا يكون من الممكن الضغط على الطرفين
على حزب الله عبر الأطراف الأخرى، ولكن أيضا على إسرائيل التي توسع عملياتها العسكرية الآن في الجنوب، وما يصدر من تصريحات بدأ يحملها المسؤولية أنها هي من يريد التصعيد. من الصعب أن نعرف، لأن هذه كانت حربا كان يجب تجنبها، ولكن في النهاية لم يعد ممكن تجنبها. حزب الله يشكل تهديد كبير لإسرائيل إلى جانب إيران في الشرق الأوسط، وحكومة نتنياهو تجنبت إلى حد كبير الانخراط في أي شيء عدا اشتباكات مع حزب الله، ولكن الجمهور الإسرائيلي حاليا يريد أن يرى نهاية للأعمال العدائية من جانب حزب الله، وأعتقد أن إسرائيل مصرة على الإظهار أنها لن تدع حزب الله يملي قواعد الاشتباك طالما أن إسرائيل منخرطة في نزاع في غزة. إذن الموقف صعب جدا، والمبعوث الأمريكي هوكستين وكذلك الوزير بلينكين اجتمع مع رئيس الوزراء وتحدث مع رئيس الوزراء اللبناني وحاول الوصول إلى تسوية تفاوضية من خلالها حزب الله ينسحب إلى شمال نهر الليطاني، وأيضا التوقف عن القصف، ولكن حتى الآن لم ينجح هذا. برأيك يعني الظرف الحالي هل ما ينعكس فيه، أو هذا التوتر الذي نرى فيه في الجبهة اللبنانية عكس المتوقع، هو ترجمة لخلافات إسرائيلية إسرائيلية ولمنطق في إدارة الحرب وإدارة التصعيد من قبل نتنياهو ومن قبل بعض أفراد حكومة الحرب؟ أعتقد أن هذا له علاقة بالضغوط المتنامية من جانب المواطنين الإسرائيليين على الحكومة من أجل الترتيب لعودة سالمة لعشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى بيوتهم. هؤلاء الناس نزحوا عن بيوتهم. دعنا نقول أيضا نفس الشيء عن اللبنانيين على الجانب الآخر، لأن الهجمات أدت إلى نزوح عشرات الآلاف من اللبنانيين الأبرياء الذين هربوا إلى الشمال. إذن هناك نزوح كبير للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين نتيجة للمستوى الحالي من الأعمال العدائية، ناهيك عن التصعيد. الوضع القائم غير مقبول بالنسبة لإسرائيل، وأنا متأكد أنه غير مقبول للحكومة اللبنانية، ولكن حزب الله لا يبدو أنه يهتم أن عشرات الآلاف من اللبنانيين الذين يقول إنهم يريدوا أنه يريد حمايتهم نزحوا عن بيوتهم. هل لدينا أفق زمني؟ يعني الحديث الآن المتزايد عن مسألة السباق مع دخول شهر رمضان ومحاولة تفادي أن يكون المشهد بالحال الذي هو عليه اليوم عند دخول رمضان، هل برأيك هذه مدة كافية وفي جعبة الأطراف ما يمكن تقديمه والاتفاق عليه قبل ذلك؟ أعتقد أن المسألة تتعلق إلى متى الجيش الإسرائيلي سيكون منخرطا في الأنشطة العسكرية بالقرب من رفح. الإسرائيليون قالوا إنهم يحتاجون إلى عدة أسابيع لتدمير الكتيبتين المتبقيتين لحماس الإرهابية في الجنوب، وفي نفس الوقت الأمر يتطلب وقتا كما تعرف وأنا أعرف، يلزم الوقت لإقامة مدينة الخيام للاجئين من رفح كي يكون هناك إطلاق فعال للهجوم في رفح. إدارة بايدن فرضت ضغوط هائلة على الحكومة الإسرائيلية كي لا تقوم بمثل هذا الهجوم بدون السماح بإعادة تحريك هؤلاء اللاجئين الذين نزحوا عدة مرات عن بيوتهم. نعم هذا ممكن، ولكن الجدول الزمني يعود للإسرائيليين وليس لأي طرف آخر. مارك جينسبرغ الدبلوماسي الأمريكي السابق كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك.